السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم أبو زياد. إن شاء الله يا جماعة النهاردة في عطل قابلني، تمام؟ إن مشكلة بتيجي الغسالة ساعة العصر ومش بتعصر، تمام؟ بتعمل صوت زنة، فإحنا دلوقتي هنشغل الغسالة على وضع العصر، تمام؟ وهنشوف المشكلة فين وإن شاء الله نبتدي إيه؟ نقول لكم حلها. سامعين يا جماعة الصوت ده؟ الصوت دوت كده فيه مشكلة في جزء خاص بداية العصر اهو كده، الترمبة شغالة تمام، وفي صوت زنة. الزنة ديت يا جماعة بنسبة 90% ده مش شداد، فاحنا هنفك الغسالة وهنشوف ايه المشكلة فيه. ايوه خليك ثابت كده. شكرا كده احنا ايه نبتدي ان احنا نغير. احنا كده ايه بنفك ايه الشداد، اسمه ايه ده الشداد؟ انت تتعلم بس. بسم الله. بس كده تمام.
تمام كده. طيب نلف بقى شكرتون. يا بارك الله.